ألقت سلطات الأمن السعودي القبض على مواطن يمني بسبب رفعه لافتة في الحرم المكي قال فيها إنه أدى العمرة لروح الملكة إليزابيث الثانية، وأظهر مقطع مصور لاقى انتشار واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرجل بملابس الإحرام حاملا لافتة بيضاء كتب عليها بخط اليد العمرة لروح الملكة إليزابيث الثانية، نسأل الله أن يتقبلها في الجنة ومن الصالحين. ونشر الأمن السعودي عبر حسابه على تويتر صورة للرجل بعد اعتقاله مواليا ظهره للكاميرا وحانيا رأسه، وقال الأمن السعودي أن القوى الخاصة بأمن المسجد الحرام أوقفته لخرقه أنظمة العمرة وتمت إحالة قضيته إلى النيابة العامة. وتجد الإشارة إلى أن أحكام الشريعة الإسلامية لا تجيز أداء الحج أو العمرة نيابة عن غير المسلمين.